لو الحكايه فيها ان فيتو ماتش جنب البيت هنا، فانا ساكن في السلام اصلا، فساكن جنب الاستاد، فجاي اتفرج على الماتش مع العيله وكده، مع العيله بتاعتي، مع والدتي وعيالي وزوجتي وكده. فقلت اجي اتفرج على الماتش واحرص اتفرج على النادي الاهلي ونادي حسين الجزائري وكده، فان شاء الله يعني بتفرج على الماتش، ماتش حلو يعني. طيب في كلام كتير بيتقال ان حسين اقترب من النادي الاهلي، اتوقع النادي الاهلي يعني؟ لا والله لسه مفيش اي حاجه، والله انا قاعد في مصر المقصه ومكمل معاهم ان شاء الله السنه دي يعني ان شاء الله. طب انت كان في كلام برضه زي، بس احنا سمعنا ان انت قلت للمسؤول مصر المقصه ان انا هلعب يعني هفضل في مصر المقصه يا اما هلعب للنادي الاهلي. انا كنت كلمت كابتن ايهاب وقلت له يا كابتن انا لو النادي الاهلي كلمني ان شاء الله هروح النادي الاهلي، لو ما كانش قاعد معاكم في مصر المقصه السنه دي وكده. بس ودي قلت كابتن ايهاب وكابتن وليد.